أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في دعاء يوم 25: اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك. أصل الدين الحب، أساس الدين الحب. يا علي، من أحبك فقد ذهب بأجر ثلث هذه الأمة. اللي يحب أمير المؤمنين بقلبه هذا يعطى من الأجر أجر هذه الأمة ثلثها. ومن أحبك بقلبه ولسانه أعطي أجر ثلثي هذه الأمة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أحبك بقلبه ولسانه ودافع عنك بيده وسنانه وسيفه ونصر أمير المؤمنين، هذا يعطى من الأجر أجر الأمة كاملة. فشوف المحبة لعلي شيء غريب. كلما تطلع الشمس على أي شيء تأتي للمحب برزق جديد. أنت تطلب الرزق فمارس الحب. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبك ثم مات فقد قضى نحبه. هذا أدى اللي عليه. ومن أحبك ولم يموت فهو ينتظر، وما طلعت شمس ولا غربت إلا طلعت عليه برزق وإيمان. يعني هذا يتحف بإيمان جديد، وهذا يتحف برزق جديد. أصل الدين الحب، حب هؤلاء. الله تعالى يقول لموسى: يا موسى، ما فعلت لي؟ قال: صليت لك. قال: إنما دفعت عن نفسك الفحشاء والمنكر. قال: إلهي، صمت لك. قال: ثبتت الإخلاص. قال: إلهي، فعلت كذا فعلت كذا. كل ذلك يجيبه الله أن هذه الأعمال كلها تدر عليك وأجرها لك. ولكن سكت موسى فقال: إلهي، وما أفعل لك؟ إلك شنو أقدر أسوي حتى أخدمك؟ فقال الله: هل واليت لي وليا أو عاديت لي عدوا؟ أريدك تحب أوليائي، أريدك تبغض أعدائي. إذن فخدمة الله في الأرض، الله السيد، الله السيد المطاع، الله اللي نريد نفدي أرواحنا، خدمة لله الذي عينه الله تبارك وتعالى، هو هذا الحب وممارسة الحب. تحب عليا ثم تمشي برجلك إلى مزاره إلى النجف، ثم تقبل ضريحه، ثم تنظر إلى قبته، ثم تلهج بالسلام عليه، ثم تلمس الضريح، ثم تصلي ركعتين عند الضريح، وكل أركانك تتفاعل في الزيارة وتظهر هذه المودة والمحبة للمولى. تعرفون أن حب علي بن أبي طالب كالشمس على الجليد بالنسبة للذنوب. فأنت تقترف الذنوب، ولكن لما تحب عليا سلام الله عليه، هذا الحب مثله مثل الشمس. شايف الشتاء والثلوج تغطي كل مكان كل مكان، لكن إذا طلعت الشمس في النهار إلى الظهيرة ما يبقى أي ثلج. هكذا هو حب علي عليه السلام. شايف الخريف لما تعصف رياحه بالأوراق، حب علي هكذا، تعصف بالذنوب عصفا فما يبقى ذنب واحد
إلا وهو يزول. يعني من تشوف الخريف ما تشوف ورقة واحدة على الشجر، ما يبقى ذنب واحد لمحب علي بن أبي طالب عليه السلام. وهكذا محبة المهدي أفضل قرب في ممارسة هذه الشعيرة، شعيرة الحب. هو قال الله تعالى للحبيب المصطفى في ليلة المعراج، قال يا أحمد هذا المهدي أحبه، فإني أحبه وأحب من يحبه. أفضل ما في الحب من ثمر أنك تموت حبيب الله، الله يعاملك معاملة حبيبه لأنك تحب المهدي. أيضا أضيف أنه الحب مصدره ومنشأ المعرفة. أنت ممكن ما تحب، يعني ما تعرف، لكن شنو؟ تعشق. العشق أيضا هنا يجد له مجال. وأيضا أقول الحب مثله في حديث داود، الحب يقول الله عن القلب، يقول جعلت الشوق قمره، اشتياق القلب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلي والمهدي هذا قمر يضيء في قلبك، قمر. وجعلت الحب شمسه، لكن إذا تحب علي بن أبي طالب وما تفضل شيء عليه أبدا وتحب الحسين، هذا يخلي قلبك شمس مضيئة في عرصات يوم القيامة. ثم فقرة أخرى يقول بلي ومعاديا لأعدائك، لازم يصير عندنا بغض لأعداء فاطمة سلام الله عليها ونحمل عليهم، وفي الدعاء اللهم سلط عليهم حجرك الدامغ وسيفك الصارم. إذا لم يكن عندنا بغض لأعداء فاطمة يعني أن ما نحب فاطمة، لأن فاطمة كانت تعادي أعدائها تلعنهم في كل صلاة. ومستنا بسنة خاتم النبيين، وهذه فقرة جميلة جدا، لا تحوط ولا تحوم في حياتك إلا حول شمعة إحياء السنن، تستاك استاك لأن عليا كان يستاك. يعني خلي بكل عملك جوهرة الولاية، صلة، اتصال، تشيع، أنا لأن إمامي فعل كذا أفعل، أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي، أصلي لأن النبي كان يركع ويسجد أمام الله، أحج لأن النبي كان يحج، أفعل كذا لأن المهدي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فأنا أقوم وأحيي سنن المهدي. لذلك الحياة كلها هكذا. في الآية الكريمة إذا أنت ما تعيش هكذا، يقول الله تبارك وتعالى وكل شيء هالك إلا وجهه. الإمام الصادق يفسر هذه الآية يقول وجه الله علي، إذا فت شيء ما يصب في دولاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه المياه هدر، المياه التي تحيي سنن علي والمهدي هي تلك المياه التي نجد لها بقاء، نسميها الباقيات الصالحات، الباقية الصالحة اللي في طعم التشيع، في طعم الولاية، في طعم الاتباع والاستنانة بسنة محمد وعترة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، وعرف لنا نفسك يا إله السماوات والأرضين، صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.